السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير كيك طبقات رائع المذاق وكذلك الشكل راقي. إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، كذلك لا تنسوا عمل لايك للفيديو، وأنا أنتظر منكم تشجيعاتكم وتعليقاتكم. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للطبقة الأولى سنحتاج إلى بيضتين، علبة صغيرة من اليوغورت أو الزبادي، 4 ملاعق زيت، 4 ملاعق سكر، 6 ملاعق دقيق، وكيس خميرة حلويات بيكين باودر. نمر الآن لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا نضع قبصة ملح، البيض، السكر، ونمزج المكونات جيدا. نقوم بإضافة الزيت، ثم نضيف اليوغورت أو الزبادي، ممكن تعويضه بالحليب. بعد ذلك نبدأ بإضافة الدقيق المنخول أي المغربل مع كيس خميرة حلويات بيكنج باودر من وزن 7 غرام، ونمزج جيدا مع المكونات السابقة، ثم نصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق. بالنسبة لحجم القالب، أنا هنا قمت باستعمال قالب بحجم 24 سنتيمتر. بعد ذلك ندخل الكيك إلى الفرن إلى أن يطهى. كملاحظة فقط، فإن الكيك سيطهى بسرعة لأن المقادير قليلة. إذن ها هو الكيك بعد إخراجه من الفرن. الآن نقوم بإزالة القالب، لأن هنا عندما سأريد وضع الطبقة الثانية فسأقوم بقلب الكيك لتعطينا طبقة مستوية. بالنسبة لمقادير الطبقة الثانية، سنحتاج إلى 3 علب من اليوغورت الطبيعي أو الزبادي بدون سكر، 4 ملاعق كبيرة من السكر، ثم كيس من وزن 60 غرام من الحليب بودرة. في إناء نضع اليوغورت الطبيعي أو الزبادي، ثم نقوم بإضافة حليب بودرة والسكر، ونمزج الكل جيدا، ثم على بركة الله نخفق المكونات جيدا. ممكن أيضا استعمال الخلاط الكهربائي العادي. بسم الله. الآن على بركة الله نصب هذا الخليط فوق الطبقة الأولى، ثم الآن ندخل هذه الطبقة إلى الفرن بحيث تكون النار من الأعلى إلى أن تتماسك فقط، لا يجب أن نتركها في الفرن إلى أن تحمر. عندما تتماسك نقوم بإخراجها. إذن كما نلاحظ هنا، ها هي الطبقة أصبحت متماسكة، وعندما ندخلها للثلاجة تصبح متماسكة أكثر. بالنسبة للطبقة الأخيرة، سنحتاج إلى 2 أو 2 كوب من عصير البرتقال، 2 ملاعق كبار من النشا. أنا هنا سأقوم باستعمال 2 ملاعق من الكاسترد أو الكريم باتيسيير، ممكن أيضا استعمال 2 صغيرتين من الفلون. ثم هنا لدينا 3 ملاعق كبيرة من السكر، والسكر يبقى حسب درجة حموضة الليمون أو البرتقال. في كاسرول نضع عصير البرتقال المصفى طبعا من الشوائب، نقوم بإضافة السكر، ثم نقوم بإضافة النشا أو الكاسترد حسب المتوفر، ونمزج المكونات جيدا، ثم نضعها فوق النار مع التحريك المستمر إلى أن يصبح ثقيل. ثم على بركة الله نصب الطبقة الأخيرة بسرعة على الطبقة الثانية هكذا، ثم ندخلها للثلاجة إلى أن تتماسك. إذا متابعينا، ها هي الطبقات بعد أن أصبحت متماسكة، ها هو شكلها من الجانب كما ترون هنا. الآن سأضع هذا الإطار لكي تبقى الكيكة نظيفة عند التزيين. إذا نضع الإطار هكذا ثم نغلقه. كتزيين سأحتاج إلى الشوكولاتة التي تستعمل مع الحليب، وسنحتاج إلى قشرة البرتقال، سأضعها هنا هكذا 4 أو 5. أنا هنا لدي قشرة كبيرة لذلك سأكتفي بـ4. ثم الآن على بركة الله نأخذ المصفاة، أنا هنا سأقوم باستعمال مصفاتين وأضع فيها بودرة الشوكولاتة بهذا الشكل، ثم نضعها في الأماكن الفارغة. ثم الآن نأخذ فرشاة ونقوم بإزالة الشوكولاتة من فوق البرتقال وكذلك من هذه الجوانب لكي تبقى لنا الكيكة نظيفة. ثم على بركة الله نقوم بإزالة البرتقال هكذا بهذا الشكل، ثم أخيرا سنأخذ النعناع
ونزين بهذا الشكل هكذا، وفي الأخير سنقوم بإزالة هذا القالب أو الإطار. إذن متابعينا الكرام، ها هي نتيجة الكيك النهائية، مذاقها جد لذيذ كما تلاحظون هنا عند وضع الكيك في الثلاجة كيف أصبح شكل الكاكاو. أتمنى أن تجربوها لأنها لذيذة، وإذا أعجبتكم فالمرجو الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. كذلك لا تنسوا عمل لايك للفيديو، وأنا أنتظر منكم تعليقاتكم وكذلك انتقاداتكم. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله.